ورجعنا لكم ودوما ودائما الاهلي خط احمر. وقضيه كده واحنا في الاجازه سمعنا الكلام متناصر فيها ودائر عن فكره ان النادي الاهلي بيفاوض لاعبين داخل معسكر منتخب الشباب. طيب هل الكلام ده اتقال كده مرسل؟ لا، للاسف تناولته بعض القنوات وتناوله بعض الاعلاميين وبعض اللاعبين. وشوفوا الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي عشان عندنا تعقيب مهم جدا. في كارثه في منتخب الشباب. لا دي مصيبه دي. بس خلي بالك احلى حاجه ان هم بيكذبوا والصور طالعه. لا لا ده موجوده. ولا وده يعني مش جوه مصر، ده من بره. انا بتكلم على اللي جوه. لا ده انا بتكلم يا على بره. ده بالصور منتخب مصر. أيوة بيلعب واحنا بنعمل الكلام ده. الصور موجوده. ده كارثه. ده لازم يتحقق فيها على اعلى مستوى. كلامك مظبوط يا كابتن مصطفى. برضو هنرجع للقصه بتاعتنا. في ناس سحبت اسم البلد. اتحاد جده سحب. اتحاد جده بالظبط. ايوه. لا كلام. انا مش عارف يا جماعه، يعني امتى هنحترم بعض؟ امتى هنحترم بعض؟ سؤال مهم جدا وعاجبني جدا. هنحترم بعض لما نتكلم بصدق وموضوعيه وما نحطش ناس ونتكلم في قصه ونقول ان في فريق بيفاوض واتحاد جده طلع وكل ده ليس له اساسا من الصحه، ونبقى احنا بحجه منع الشوشره على المنتخب احنا اللي بنشوشر على المنتخب. هو ده اللحظه اللي هنحترم بعض فيها. هنحترم بعض لما ما حدش يتكلم على نادي اخر في حاجه هو مش طرف فيها، ولما ما تبقاش جروبات معموله على الواتساب هي اللي بتحرك ناس في الميديا بكل قصص مفبركه وليس لها اساس من الصحه. ساعتها هنحترم بعض. انا فجاه كده حسيت ان انت بتكلم شخص زملكاوي في ميديا زملكاوي. انا يعني حسيت الاحساس ده. هو اللي سال مش الكابتن مصطفى يونس تقريبا؟ على قناه الزمالك. تمام. بس انا بس بستفسر بس. انت ممكن الربط ما بين كابتن مصطفى يونس وقناه الزمالك؟ ممكن، او كابتن مصطفى يونس وتشيرت نادي الزمالك ايا كان. الموضوع باختصار شديد هيجيب عنه المدير الفني للمنتخب اللي اتقال كلام كتير جدا عشان نلصق اي شيء بالنادي الاهلي، وهي القصه معروفه. القصه ايه؟ الجيم بقى بيتلعب ازاي؟ الجيم بقى بيتلعب ان بعض الاشخاص بتقود المساله دي، وفي اعلاميين بينساقوا وراء بعض الاشخاص اللي موجودين على السوشيال ميديا، وبقى امر النادي الاهلي بالنسبه لهم لازم نصدر عنه اخبار مفبركه، لدرجه ان حتى الصور اللي بيتكلم عنها الكابتن جمال عبد الحميد هي صور من مواقع سعوديه بالفعل، ولكن بتقولي مصادر من داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي او مصادر مصريه بتقول كذا كذا كذا. لكن لما اتكلموا عن اللاعب، اللاعب وقتها كان تذكرته مسافر لانجلترا وكان ساب المعسكر من يوم 7، واللاعب بنفسه طلع حط ستوري على الانستجرام عنده وقال انا مفيش اي نادي فاوضني ولا اي حد اتكلم معايا. طب الكلام ده يؤكده اللاعب؟ موارد اللاعب بيتفاوض، وارد ان كابتن امير توفيق بيقول ان انا في الساحل الشمالي وحاطط صوره وهو مش في الساحل الشمالي. طب ما نروح نسمع المدير الفني اللي هو مين بقى المدير الفني؟ اللي هو الكابتن محمود جابر، والد الكابتن عمر جابر. نشوف الفيديو ونرجع نعقد. الموضوع بدا من امبارح تقريبا. حد بعت لي بوست كده نازل على صفحات نادي الزمالك ان صفحات جماهير، عشان بس نقول بعضا من جماهير مش نادي الزمالك خالص، بعضا من الجماهير. نعم. ان في مسؤولين من انديه جم ووقعوا مع اللعيبه المحترفين وكده مع العلم انا ما عنديش الا لعيب واحد محترف حاليا اللي هو صلاح باشا، بس ده اللعيب الوحيد المحترف الموجود ضمن صفوف المنتخب، وبقيه المحترفين هيجوا بكره وبعد. يعني ما حدش موجود اصلا؟ صلاح باشا بس، ولسه واصل التلات بالليل. نعم. يعني اول امبارح بالليل. نعم. فوجئت بقى ان في لعيب اسمه نور البحار كان متواجد معايا المعسكر بتاع اسماعيليه. وقالوا انه في حد جه قاعد معاه ووقع وكده، فانا تواصلت مع اللعيب. نعم. قال لي لا مفيش حاجه من دي خالص حصلت. مع الاسف طبعا حصل عدم تركيز شويه النهارده، اللعيبه كلها بيتكلموا طبعًا في الموضوع. طبعا طبعا اللعيبه كلها بدون استثناء اتكلموا في الموضوع. لدرجه انا اضطريت النهارده لاعبين ماتش امبارح وكده كان في تدريب خفيف، اديت الاولاد راحه برضه عشان اطلعهم من الجو. وانت رايح بطوله العرب خلال كام يوم يعني؟ البدايه مع الكابتن احمد شوبير كان بيقول له خلينا نقول ان بعض الصفحات، وده اللي انا بقوله بعض الصفحات، ولكن الامر تحول لفين؟ ان قناه نادي الزمالك بتعلن نفس الامر ان في لاعبين
بيتم التفاوض معاهم من خلال النادي الاهلي، والناس شايفه ان ده كارثي، برغم اللي انت لو قلت لهم ان احمد رفعت نفسه الوكيل بتاعه خرج قبل كده مع ابراهيم فايق وقال ان هو هربه من معسكر المنتخب الاولمبي عشان يوقع للنادي نادي الزمالك، هتقول الامر هيعدي مرور الكرام، لكن عند النادي الاهلي ممكن نفتعل الازمه. الازمه بس ما كانتش للنادي الاهلي، لا الازمه كمان كانت للفريق نفسه، للشوشره اللي حصلت للمنتخب نفسه اللي خلت الكابتن محمود جابر يقول اللعيبه بدات تتكلم بشكل كبير جدا، فاديتهم اجازه عشان يرجعوا وهم فاصلين من الموضوع ده. طب مين اللاعب صلاح باشا اللي اتقال ايضا ان النادي الاهلي بيتفاوض معاه؟ الكابتن احمد شوبير جابه بعد المداخله دي في مداخله على التليفون، والراجل قال انا لسه واصل اول امبارح ومفيش بيني وبين اي نادي مصري اي تفاوض. اذا الموضوع ايه؟ الموضوع كذبه كبيره جدا بتروح ياخدها بعض المواقع عشان نصدر بعض الازمات الاعلاميه للنادي الاهلي، ودورنا هنا ان احنا نكشف اللعبه دي. نشوفكم بعد الفاصل.